تحية المنتخب المغربي الله يرضي عليكم. أيها الجمهور مدينة طنجة، غدا إن شاء الله الساعة 8 مساء سالك المنتخب المغربي مع المدرب ديالنا وليد الركراكي الله يرضي عليكم، ساند المنتخب الوطني غدا في 8 مع المنتخب السيلي الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم. شكرا تحيه. ايها الجمهور مدينه طنجه، ايها الجمهور مدينه طنجه، غدا ان شاء الله ساند المنتخب الوطني برئاسه المدرب وليد الركراكي تحيه الاخ عيط العرب. ايها الجمهور مدينة طنجة، أيها الجمهور مدينة طنجة، غدا إن شاء الله ساند المنتخب الوطني برئاسة المدرب المغربي وليد الركراكي الله يرضي عليكم، المنتخب غيلعب برشلونة مع المنتخب الصيني استعدادا لكأس العالم في قطر الله يرضي عليكم. أيها الجمهور مدينة طنجة، ساند المنتخب الوطني برئاسة المدرب وليد الركراكي الله يرضي عليكم استعدادا لقطر. وشكرا. شكرا للجمهور المغربي. شكرا للجمهور المغربي. بصحتكم بصحتكم الله يعطيكم الصحة. حكم عثمان الشباب يقول لكم غدا تشجعوا المنتخب الوطني برئاسة المدرب المغربي وليد الركراكي. وشكرا. أيها الجمهور مدينة طنجة، أيها الجمهور مدينة طنجة، حكم عثمان الشمال كيقول لكم ساند المنتخب الوطني برئاسة المدرب وليد الركراكي الله يرضي عليكم، غدا في 8 مع المنتخب السيري الله يرضي عليكم، ساند المنتخب الوطني الله يرضي عليكم، حكم عثمان الشمال كيقول لكم ساند المنتخب الوطني برئاسة المدرب المغربي وليد الركراكي الله يرضي عليك. وشكرا. شكرا تحية 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 واحترام لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، ساند المنتخب الوطني، ساند المنتخب الوطني الله يرضي عليكم.